السلام عليكم. الاسم المسعودي عبد الرزاق، رئيس جمع تعاونية صناع القصب البلوجة. حنا في اطار اعاده تهيئه المشروع ديال سيدنا، اعاده الهيكله ديال المشروع ديال سيدنا الله ينصرو، اللي شملنا بالوصيه ديالو على اساس غادي نستافدوا من هذا المشروع كصناع تقليديين. الناس ديال المشروع وعدونا على اساس باش غيعطيونا، غنحولوا لهنايا ويعطيونا مكان ديال الانتاج اللي غادي يكون مكان رسمي خارج هذه الولجه. وافقنا عليه وقالوا لنا غادي نعطيكم محل ديال الانتاج قريب هذا المحل ديال الولجه، غير هنا في ريجيون ديال الولجه. ما قلنا حتى شي حاجه، وقفنا على جميع داكشي ديالهم. واذا بهم مؤخرا لقينا بان اي اجتماع الاخر اللي كان مع السعيد السيده الباشا والسعيده القايده، ان بغاو يحولونا لواحد البلاصه اللي ما كناش منتظرينها، وهذيك البلاصه غير ملائمه للصناع التقليديين. علاش؟ لانه جات في واحد البلاصه طريق كبيره وماشي ما غاداش تناسب المشروع المنتوجات اللي تنديروا حنا كصناع تقليديين. وتفاجئنا بانه تا بلاصه الانتاج ما كايناش. ملي سولناهم قال لك راهي تامه، لقاو لكم محل انتاج. حنا الطلبات ديالنا يعطيونا محل الانتاج هو الاول ويناقشوا معنا هذه المساله هذه، عاد نشوفوا مساله العرض. اما بالنسبه للعرض ما عندناش حنا فيها مشكله، يناقشوا معنا المساله ديال الانتاج، لانه الناس هنايا صناعيه تينتجوا، ما عندناش مشكل في العرض. العرض نديروا الطرق ديالنا كيفاش نعرضوا، ولكن الانتاج خصنا ننتجوا باش ما نبيعوا. هما دابا هاد النقطة ديال الإنتاج بغاو يتجاوزوها، وجاو بغاو يفرضوا علينا باش نمشيو لهذيك البلاصة يدخلونا بالقوة نستافدوا تما كاينة باش ناخذوا القرعة لهذيك البلاصة. وهذيك البلاصة حنا ما موافقينش عليها لأنه ما تتناسبناش كصناع تقليديين. السلام عليكم، معكم إلياس الدنكوري، صانع تقليدي مغربي. كنحاول ما أمكن نطوروا من الصناعة التقليدية كشباب باش الصناعه ديالنا ما تنقرضش، كنزيدوا ليها بزاف د الحوايج باش ان الناس يحبوها. حتى مؤخرا كنسمعوا ان غادي يتم تحويلنا من السوق الولجه الى منطقه اخرى مجهوله، ما عارفينش كل مره شنو كيجينا كل اخبار. حنا ماشي ضد الدوله، حنا بالعكس مع الدوله، وهما اللي كيحاولوا ما امكن يطوروا من الصناعه التقليديه كيحاولوا يطوروا منا. حنا باغيين حاجه وحده، هو يحسبونا بشر. هما تعاملوا معنا في واحد الوقت، عطاونا الوالدين ديالنا محالات باش انهم يبداوا المشاريع ديالهم، ولكن ما كيعنيش ان في اخر لحظه نكونوا في حال اللي ما عمرنا كنا ما عندناش شي حاجه اللي ضمننا اننا حنا غادي نوكلوا والدينا. انا شخصيا كنوكل عائله خدام عليها، تجا واحد النهار عندي 120 متر، عطيني 4 متر، اش غنحط فيها هاد 4 متر؟ هاد 4 متر انا شنو غنحط فيها؟ كيقول لك هز السلعه وسير ليه. ومنين شفت راسي انا ساعيت، لقيت راسي انا مضرور. كنت حاط السلعه برا، كانت سعاده القايده عطيانا متر برا، جات واحد اللحظه كرطات لينا الزنقه كامله، دات لي البارح 3500 درهم السلعه، واليوم دات لي 5000 درهم السلعه. حنا ماشي ضدكم، حنا بغينا غير هاد السلعه انا نزه فين غنديها. هاك غير ديها وحطها ليا هزه، حنا ماشي ضدكم، حنا عارف كنكون ما تغيوش لينا الضرر، ولكن قدرونا. المحلات اللي هنا صراحه ما عارفش 42 محل، كل واحد وشحال فيه، اللي فيه 100 متر واللي فيه 60 متر. مني سمعنا الخبر ان كاين تما 10 متر كارية، ولا انا عندي طبله وحده فيها 3 متر كارية، شفين غنحط السلعه؟ حنا اللي كنطلبوا من الدوله انهم ما يضيعوناش، حتى حنا عندنا والدينا، حتى حنا عندنا عائلات، وحسبونا كبشر وما تضروناش. انا معايا ستاد الخدامه كيخدموا معايا، حداد قصاب وملدوم، وهذا كنوكل عائلات. حنا ما عندناش لا ماشين، حنا يد العامله اللي كتخدم. حنا ما عارفينش، حنا ما عارفينش، كيقول لك اجي هز خذ نمره. فين هاد النمره؟ اين الوثيقه اللي كتضمن لنا حنا غنرجعوا؟ كي غادي نرجعوا؟ ما عارفين، مجهول داكشي. حنا حتى مور العيد قال لنا حق هز سلعتك، وهذه توصلت من سعاده القايده، وهذه اربع شهور قالوا لنا من هنا شهر غتحركوا. وجدنا راسنا وبريبارينا، وفي الاخر ما جاتنا حتى شي واحد. سي بوعين محمد صانع تقليدي لمده في عمري 45 عام، يعني با تيتكون هنايا من الستينات، يعني ملي كانوا جهه الرحبه ديال الرباط وحولونا لهنا السله، وحنا دابا صناع تقليديين. كانوا با حولوه وواعدوه فين يعطيوه فين يخدم، يعني مده 40 عام ما عطاوش لحد الان.
40 عام وحنا خدامين عشوائيين عا في الخلا هنايا. حنا نعطيكم هذه الولجه 40 عام ما عطاوش، دابا بغا ديك الشيء اللي داروا لوالدينا بغاو يعوضوا يديروه لينا حنا نفس الوقت، لان حنا يا خصنا فين نخدموا. حنا ماشي ضد المشروع، حنا مع المشروع، يعطينا فين نخدموا من غدا نمشيو بحالنا، حنا مستعدين. قال لك سير بلا وثيقه بلا ظلم ما تتسالش، يعني واريث ما تسالش، عندك عقد ديال التنازل ما تتسالش، الله يكون في عوننا وصافي. يعني الظلم 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 الظلم، حنا راه سوق راه كاين 200 واحد هنا ولا 300 واحد، راه صنايعية حنا راه واحد 50 محل هنايا، نفس ما تيهضرش معاك، تيقول عندك عقد تنازل ما تسالش، صانع تقليدي يعني نجار ما تسالش، عندك صنعة ديال الحديد ما تسالش، يعني قالك خاصك تكون قصاب، قصاب شكون تيشري من عندنا هذا القصب؟ هما حاربوا العشوائي، يعني ما تيخليوكش دير القصب، تدير القصب تيوقف عليك مقدم حيد هذا القصب، يعني تترجعوا معاك في الهوندا ديالك، يعني القصب ما معيشناش. عندي أربعة، عندي أربعة الأولاد، وعندي خدامة، عندي الناس راه معايا حدادة. أنا دابا داير هنا ديال الحديد، دابا أنا داير با الحانوت ديال با داير فيه القصب، وعندي حانوت ديالي داير شريف تنازل داير فيه الحديد، يعني تيقول الحداد ما تسالش، إذا فين غنمشي؟ يديروا لي شي مشناقة يحيدوني أحسن. ما قالوش أنه ما يعطوكم شي تعويض ولا شي؟ ما عطاوناش، لا ما كاينش تعويض، كاين سير داك الشيء جهل، سير بلا وثيقة بلا ورقة الإفراغ. لا ورقه ديال دير الترياب، لا ورقه ديال الاستفاده، لا والو، سير شكون انت الله اعلم. شكون تتواصل معنا؟ تتواصل معنا حاليا تجي عندنا الباشا والقايده والمخازنيه، يعني لا سلطه، ما عندناش ديك السلطه ديال باش تجيك استدعاء حقيقيه، ما كاينش شي وثيقه باش تدل باش نمشي عندهم. لو جاتني وثيقه حقيقيه نمشي، يعطيني ورقه الافراغ بلا انا ما تنتسالش، عين هز حوايجي غنمشي بحالي، حتى السلعه ما عندي فين نحطها. السلام عليكم رزوق عبد السلام، نوزداد بمدينه سلا، خصنتكم بحي مولاي اسماعيل، كنا في الولجه قبل، خدام هنايا ملي كنت باقي صغير، خرجت من المدرسه من بيت السابع الثانويه، خرجت من المدرسه جيت لهنايا خدام من صغري، كبرت هنايا، دابا منين جا هذا المشروع هذا غيحول هاد الناس اللي هنايا اللي خدامين معاهم حنايا صناع بزاف بحالي انايا. دابا عندنا حنا دابا غادي نتشردوا، دابا هما ما يخويو المحلات للناس باللي المال المحلات، وحنا الخدامه ما بحال قلتي غادي ما نستافدوا والو معاهم، هما عاطينهم واحد البلاصه فيها 4 متر ولا 3 متر ما عاطينهمش فين يخدموا، والخدام فين يخدم؟ دابا ما مفكروش الخدام، دابا هما حتى ما مفكروش حتى المعلمين، دابا هما المعلمين مول المحلات عاطينهم 4 متر ولا 6 متر وما عاطينوش فين يخدم، فين ينتج الخدمه ديالو، وحنا راه مولين تنتجوا، اذا حنا غنحبسوا. انا دابا 24 عام اخويا 24 عام خدام هنايا، هذا هو مصدر الرزق ديالي ومصدر الرزق ديال العائلات، دابا انا تنصرف على العائله والدراري اللي خدامين بحالي انايا كاين بزاف، كلهم تيصرفوا على عائلتهم، كاين اللي مشاو تيصرف على وليداتو، ودابا تتشوف لنا المعلم ديالنا حنايا عطاو دابا بلاصه فيها 4 متر على 6 غيمشي يحط فيها ديك السلعه، وحنا فين غنمشيو؟ فين نخدموا حنا ديك السلعه اللي غيبيع هو؟ ما عندناش فين نخدموها، قلنا لهم حنا زعما ما ربانا يعطونا فين نخدموا، هي الاولى عادي يعطيك فين تبين تبيع وتشري. هما ما دايرينش هذه القضيه هذه، دايرين هما باغيين يديك لواحد البلاصه صغيره، المعلمين ديالنا بلاصه صغيره، والخدام فين يمشي؟ غيتشرد. ومنهم حنا غادي نتشردوا اخويا، صنع بزاف راه بزاف، راه الدراري كاملين هما كاين عندهم لا اوراق لا والو بلا حساب، راه صانع راه كاين هنايا شحال من صانع، راه كاين شي 800 ولا 600 وعاد الفخاره تا هما. اخويا الله يدير لك بخير هادشي اللي كاين اخي، وسمحوا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.